السلام عليكم، وياكم عبد الله رعد، واليوم نكمل الجزء الثاني من محاضرة الأمينو أسيد. تحدثنا بنهاية المحاضرة السابقة عن تكوين الأسرة البوبتيدية، وقلنا لو عندي اثنين أمينو أسيد يرتبطن سوا عن طريق أسرة بوبتيدية واحدة راح نسميه دايبوبتايد، في حين لو عندي ثلاثة أمينو أسيد يرتبطن سوا عن طريق أسرتين بوبتيدية هذا راح أسميه شنو؟ أسميه ترايبوبتايد. بداية هذه المحاضرة بدأ يتحدث عن نفس الموضوع لكن بشيء من التفصيل، وضاف أمثلة كذلك. فعنوان المحاضرة بالبداية هو Examples on Peptides. اولا انا عندي شنو؟ عندي الدايبوبتايد، هو عباره عن اثنين امينو اسيد يرتبطن سوا عن طريق اسره بوبتيديه واحده مثل ما وضحنا. المثال عليه هو الاسبارتام، والاسبارتام هو عباره عن عامل تحليه يستخدمونه مرضى السكري بدل السكر العادي. الاسبارتام يتكون من شنو؟ يتكون من اسبارتيك اسيد اند فينال الينين. انتهينا من عندنا، ننتقل للنقطة الثانية اللي هي الترايبوبتايدز. الترايبوبتايدز يتكون من ثلاثة أمينو أسيد، هو عبارة عن ثلاثة أمينو أسيد مرتبطات سوى عن طريق شنو؟ عن طريق تو بوبتايد بون. المثال علي شنو؟ هرمون نسميه GSH. هذا الهرمون يتكون من ثلاثة أمينو أسيد اللي هي جلوتاميك أسيد والسيستين أند إجلايسين. شنو وظيفة هذا الهرمون؟ وظيفة هذا الهرمون يساعدني بامتصاص الأحماض الأمينية، وأيضا يساعد كريات الدم الحمراء حتى تحطم مادة نسميها H2O2. هذه المادة إذا تكونت وتراكمت داخل كريات الدم الحمراء راح تؤدي إلى السيل دامج، تدمير الخلايا. النقطة الثالثة إذا يقول إن الأوكتا بوبتايدز هي عبارة عن 8 أمينو أسيد حصرا، هي عبارة عن 8 أمينو أسيد يعني. الأمثلة عليها 2 هرمونز اللي هو الأوكسيتوسين أند فازوبريزن. الأوكسيتوسين هو عبارة عن هرمون يساعد في عملية الولادة من خلال زيادة تقلصات الرحم، في حين أنه الفازوبريزين أخذناه من خلال محاضرات الفصل الأول وقلنا أنه راح يزيد من تركيز الإدرار من خلال إعادة امتصاص المياه منهم. النقطة الرابعة يتحدث عن البوليبوبتايد. البوليبوبتايد يقول لي تتكون من 10 إلى 50 أمينو أسيد. أنا ذكرت بالمحاضرة السابقة أنه البولي من 1 إلى 49 أمينو أسيد هي عبارة عن بوبتايد أو بوليبوبتايد. ترى هي نفس الفكرة، بس هنا دا يذكر حصرا البوليبوبتايد يقول لي تتكون من 10 أمينو أسيد فما فوق، هو المفروض يذكر لحد 49 بس احنا نلتزم بالموجود. المثال على البوليبوبتايد شنو؟ الإنسولين، هرمون الإنسولين. أنا خليت structure of insulin هنا حتى توضح الفكرة. الإنسولين يتكون من سلسلتين اللي هي الـ A chain والـ B chain. الـ A chain تتكون من 20 أمينو أسيد والـ B chain تتكون من 30 أمينو أسيد، مجموعهم هو 50، إذن يتكون من 50 أمينو أسيد واللي هو عبارة عن بروتين. احتمال حد يسأل يقول شنو الفرق بين البروتين والهرمون؟ البروتينات هي نفس الهرمونات، والإنزيمات أيضا كذلك هي نفس الهرمونات. هنا دا يذكر أن البروتين ممكن يتكون من آلاف الأحماض الأمينية، وهذا الشيء صحيح. بهذه النقطة بدأ يتحدث عن structure of protein. احنا أخذنا بذيك المحاضرة structure of amino acid، بس هنا ضروري نتعرف عن structure of protein. أخوان البروتين بطبيعته يمر بأربع مراحل من التركيب إن صح التعبير، اللي هي البرايمري والسكندري والتيرشري and quaternary. ممكن بعض البروتينات تكون عبارة عن primary structure، بروتينات بسيطة، والبعض الآخر ممكن يكون quaternary structure مثل الهيموغلوبين. احنا راح ناخذهم بالتفصيل ونوضح الفرق بينهم. هنا راح يتحدث عن primary structure، أنا راح أنطي الفكرة ببساطة وبعدين نقرأ الكلام الموجود. ده يقول أنه primary structure هو عبارة عن سلسلة بوبتيدية تتكون من مجموعة من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق أواصر بوبتيدية. أعتقد الكلام صار ممل نوعا ما، لكن هو بسيط هذا التركيب مثل ما موجود. يعني باقي الأنواع أخوان راح تتكون عندنا أواصر ثانية غير الأواصر البوبتيدية، أيضا راح يتخذ أشكال معقدة أكثر، فهذا الكلام الموجود. المثال علي شنو؟ اللايسوزيم، اعتقد لفظته صح. هذا الانزيم راح يهاجم البكتيريا اخوان، ويتكون من شنو هذا الانزيم؟ راح يتكون من بوليبوبتايد، سلسله بوبتيديه. السلسله البوبتيديه تحتوي على 129 امينو اسيد. دا يذكر هنا انه هذا البرايمري ستراكشر حصرا تحدده منه، تحدده معلومات وراثيه، جينيتك انفورميشن. بهاي النقطه دا يقول انه السلسله البوبتيديه لازم تبدا من اليسار بمجموعه امين جروب، ولازم تنتهي من اليمين بمجموعه امين جروب نسميها ان تيرمينس، وتنتهي من اليمين بشنو؟ بكاربوكسيل جروب نسميها سي تيرمينس. وهاي المعلومه ذكرناها بالدرس السابق. هاي اوردرز اوف بروتين ستراكشر. الفكره ببساطه اخوان ان البروتينات راح تتخذ اشكال اكثر تعقيدا حتى تقوم بوظائف مختلفه. فدا يقول انه البروتينات هنا البروتينات
راح ما تقتصر على بوليبيبتايد تشين، ممكن تتكون من سلسلة واحدة or more بوليبيبتايدز. هاي السلاسل البابتيدية راح تلتوي وتنطوي، أيضا تتكور مع بعض البعض حتى تكون لي مولكيول. هاي المولكيول يكون شكلها فريد من نوعها. هاي العملية مع الالتواء الجزئي، عفوا السلاسل البابتيدية مع بعضها البعض، نسميها conformation. إذن العملية مع الالتواء السلاسل البابتيدية راح نسميها conformation. عملية الconformation هاي كلش مهمة. ليش؟ لأن بعض البروتينات من خلالها تقدر تتعرف، هاي تتعرف البروتينات وترتبط بصورة خاصة بالانذر مولكيول. مثلا الكلام واضح، الهرمونات عندي اخوان راح تجيني اكثر من سلسلة ببتيدية ترتبط مع بعضها البعض وتلتوي وتنطوي وتتكور حتى تكون لي شكل معين. مثلا هذا الشكل، مثلا يعني على سبيل المثال هذا الشكل مع الهرمون. من خلال هذا الشكل الهرمون راح يقدر يتعرف على الريسبتر. اذا من خلال هذا الشكل الهرمون راح يقدر يتعرف على الريسبتر. كذلك بالنسبة للإنزيم، الإنزيم لو فرضنا هذا شكله مثلا، ها هيك يعني التواءات وانطواءات وتكور، من خلال هذا الشكل راح يقدر يتعرف على شنو؟ من خلال هذا التعقيد الكونفورميشن راح يتعرف على السبستريت ويتفاعل وياها. أيضا بالنسبة للأنتيبادي راح يتخذ فد شكل معين، مثلا التواءات وانطواءات وهكذا حتى يتعرف شنو؟ على الأنتيجين. هاي الفكرة ببساطة أخوان. وصلنا للسكندري ستراكشر أوف بروتين. احنا تحدثنا بالبرايمري ستراكشر وقلنا لو عندنا مجموعه من الاحماض الامينيه فهذه راح ترتبط مع بعضها عن طريق اواصر نسميها الاواصر الببتيديه. اذا عندي فقط اواصر ببتيديه. هنا بالسكندري ستراكشر لا، ما اكتفى بتكوين الاواصر الببتيديه وانما اضاف نوع اخر من الاواصر هي الاواصر الهيدروجينيه. هنا انا خليت لكم اثنين امينو اسيد حتى اوضح لكم شلون تتكون الاواصر الببتيديه بالاصل بالاضافه الى تكوين الاواصر الهيدروجينيه. احنا تحدثنا بالمحاضره السابقه وقلنا الاواصر الببتيديه تتكون بين امينو جروب وكربوكسيل جروب. الأمين جروب راح تخسر H وتتحول لهذا الشكل، والكربوكسيل جروب راح تخسر OH وتتحول لهذا الشكل، تطلع جزيئة ماء وهاي العملية نسميها dehydration. المهم راح تتكون بين ذن الاثنين راح تتكون الآثرة الببتيدية. إذا بهالطريقة هاي تتكونت عندي الآثرة الببتيدية، بقى عندي ال H وال O، هاي بينهن راح تتكون آثرة نسميها الآثرة الهيدروجينية. إذا بهالشكل هذا تكونت عندي الآثرة الببتيدية بالإضافة إلى تكون الآثرة الهيدروجينية. إذا البرايمري ستراكشر راح يحتوي على آثرة فقط، هي الآثرة آثرة واحدة فقط هي الآثرة الببتيدية، في حين إنه السكندري راح يحتوي نوعين من الأواصر هي الببتيدية والهيدروجينية. هذا الكلام الموجود هنا أنا وضحته من خلال ستراكشر، ما راح أقرأ على مود أختصر وقت. إحنا بعد تكوين الأصر الهيدروجينية أخوان، بعد ما كون الأصر الهيدروجينية راح يتكون عندي شكلين، إما ألفا هيليكس أو بيتا شيتس. الألفا هيليكس هو عبارة عن شكل حلزون، يعني سلسلة واحدة، يعني سلسلة واحدة أخوان من الأحماض الأمينية راح تتكون داخل هاي السلسلة مجموعة من الأواصر الهيدروجينية بالإضافة إلى وجود الأواصر الببتيدية، وراح يتحول الشكل إلى حلزوني مثل ما موجود حاليا. يعني سلسلة واحدة تتكون داخلها أواصر هيدروجينية وأواصر ببتيدية. المثال علي شنو؟ المثال علي بعض البروتينات مثل المايوغلوبينز والتروبونين. المهم البيتا شيتس لا، هو أكثر من سلسلة واحدة. احنا قلنا الألفا هيليكس هو سلسلة واحدة، بس البيتا شيتس هو أكثر من سلسلة واحدة. الأواصر الهيدروجينية أخوان بالبيتا شيتس راح تتكون مثلا بين السلسلة الأولى والسلسلة الثانية، أو بين الثانية والثالثة وهكذا، بالإضافة إلى وجود الأواصر الببتيدية طبعا. هنا أنا هذا الشكل أنا وضحته فوق لكن بشيء من التبسيط. هنا نفس الفكرة، يقول إنه الهيدروجين بوندينج بالألفا هيليكس تتكون بين الأولى والرابعة. أرجع أوضح الفكرة مال الأولى والرابعة شنو أخوان حتى ما يصل لبس بالموضوع، إنه الآثرة الببتيدية ممكن تتكون بين الأمينو الأسيد الأول والثاني والثالث وهكذا، بس الآثرة الهيدروجينية تتكون حصرا بين شنو؟ بين الأول والرابع. إذا انتهينا من هذا الموضوع ننتقل إلى التيرشري ستراكشر. قبل أن نتحدث عن التيرشري ستراكشر أحب أنوه إلى أنه هذه التراكيب هي واحد مكمل الثاني، فمثلا البرايمر حيطور ينطيني سكندري والسكندري حيطور ينطيني تيرشري وهكذا. لذلك هنا يذكر أن التيرشري ستراكشر هو عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد وهو تكملة إلما تكمل السكندري ستراكشر. الفكرة أخوان أنه كل ما تتكون أواصر جديدة حيتطور الشكل ويصبح أكثر تعقيدا ويتحول من تركيب إلى آخر. فمثلا إحنا عندنا بالبرايمر ستراكشر اقتصرنا على نوع واحد من الأواصر اللي هي الأواصر الببتيدية، وبالسكندري ستراكشر تكون عندي نوعين من الأواصر، الأواصر الببتيدية والأواصر الهيدروجينية.
في حين انه بالتيرشيري ستراكشر حيتكون عندي بالاضافه الى الهيدروجينيه والبفتيديه انواع اخرى من الاواصر. زين وين راح يكون موقع هذه الاواصر؟ موقع هذه الاواصر راح يكون بين الار جروب والار جروب الثانيه. لذلك احنا لو نجي نلاحظ انه ما بقى عندنا مكان حتى تتكون اواصر جديده. لذلك هو يذكر انه هاي الاواصر اللي راح تتكون راح تكون بين الار جروب هاي والار جروب الثاني. بالنسبة للأواصر اللي راح تتكون بالتيرشري ستراكشر قسمها إلى نوعين، إلى أواصر ضعيفة وأواصر قوية. الأواصر الضعيفة تشمل 3 أواصر، والأواصر القوية تشمل أصرة واحدة. المثال الأول عن الأصرة الضعيفة اللي هي الهيدروجين بوند، الأصرة الهيدروجينية، واثنين الأيونيك بوند، الأصرة الأيونية، وثالثة الأصرة الهيدروفوبيك، نسميها هيدروفوبيك. أجي أوضح لك ليه سميتها أنا أصرة أيونية وليه سميتها هيدروفوبيك. أصرة أيونية احنا قلنا انه الارتباط راح يصير عن طريق الار جروب الاولى والار جروب الثاني، لذلك احد هذه الار جروبات راح تكون بيسك، اقصد بالبيسك يعني اشارتها موجبة، والار جروب الثاني راح تكون اسيدك يعني اشارتها سالبة. لذلك الأصرة اللي تتكون بين ايونات موجبة وسالبة اسميها بالأصرة الأيونية. بالنسبة للأصرة الهيدروفوبيك، هاي الأصرة كارهة للماء. زين ليه سميتها هيدروفوبيك؟ احنا ايضا نفس السبب قلنا راح تتكون بين الار جروب الاولى والار جروب الثاني. احد هذه الاير جروبات راح تكون عباره عن مركبات هيدروكربونيه، يعني تحتوي هيدروجين وكربون، او عباره عن تحتوي عن شو اسمه حلقه بنزينيه. لذلك تكون وهذه الحلقه البنزينيه والمركبات الهيدروكربونيه هي اثنينها تكون كارهه للماء. النوع الثاني من الاواصر هي السترونج كوفالنت بوندز، وهذه المثال عليها هي الدايسلفايد بريدج. هاي الدايسلفايد بريدج تتكون بين جزئيتين سيستين. احنا عرفنا من خلال المحاضرة السابقة السيستين يرتبط مع السيستين عن طريق ثايلو جروب حتى يكون لي هذه الأصرة اللي نسميها دايسلفايد بريدج. نفس الفكرة، وهذه الأصرة راح تساعد باستقرارية وتثبيت التركيب. هنا يعني الشكل يوضح لك الأواصر اللي يتحدث عنها فوق، اللي هذه الأصرة الهيدروجين يتكون بين أكسجين وهيدروجين، هذه الأصرة اللي تكون هيدروفوبيك. ليش هيدروفوبيك؟ لأن لو نلاحظ أنه هذه الآر وهذه الآر هي عبارة عن مركبات هيدروكربونية تحتوي هيدروجين وكربون، وممكن تكون حلقات بنزينية. هاي الدايسلفايد بون، وهذه الأصرة الأيونية قلنا هي عبارة عن أسيدك اللي هو الحامض تكون إشارته سالبة، وبيسك اللي هو القاعدة اللي تكون إشارتها موجبة، لذلك نسميها بالأصرة الأيونية. وصلنا للكواترناري ستركتشر، وبدأ يوضح أنه الكواترناري ستركتشر هو عبارة عن أجريجيشن، تجمع أو تكتل لسلسلتين أو أكثر من السلاسل البوبتيدية اللي ترتبط مع بعضها البعض عن طريق أواصر نسميها نون كوفيلنت، يعني أواصر غير تساهمية. مثل شنو؟ مثل الأصر الهيدروجينية والأيونية والهيدروفوبك، وذن الأواصر وضحناها من خلال التيرشري ستركتشر. This type of protein structure is not found in all proteins، يعني هذا الكواترناري ستركتشر ما موجود بكل البروتينات، وإحنا عرفنا هذا الشيء وقلنا بعض البروتينات ممكن تكون عبارة عن برايمري ستركتشر. هنا دا يوضح انه هذا الكواترناري ستراكشر يوجد فقط يكون بروتينات اللي يكون شكلها جلوبولار، اتمنى لفظته صح، والفايبرس. يعني هذا الكواترناري ستراكشر راح يوجد بالبروتينات اللي يكون شكلها اما كروي او نسيجي. زين اعطيني امثله عن البروتينات اللي يكون شكلها كروي او نسيجي ويدخل بتركيبه شنو الكواترناري ستراكشر، يكون الستراكشر مالتها عباره عن كواترناري. مثل شنو؟ مثل اولا الانسولين، وقلنا الانسولين هو عباره عن تو بولي بوبتايد تشينز اللي نسميها دايمريك، والكولاجين هو عباره عن فايبرس بروتين نسيجي يتكون من شنو؟ من 3 سلاسل بوبتيديه اللي نسميها ترايمريك، وشكله يكون يشبه الحبل. بالنسبه للكولاجين هو عباره عن شو اسمه يقدم ستراكشر الالمن اللي يقدم دعم للكونكتيف تيشو، هذا شيء نعرفه احنا. الهيموغلوبين النوع الرابع او المثال الرابع عن البروتينات اللي يكون ستراكشر مالتها كواترناري هو الهيموغلوبين، والهيموغلوبين هو عباره عن جلوبولار بروتين كروي يتكون من 4 سلاسل ببتيديه نسميها تترامريك. اذا هذه 4 سلاسل ببتيديه ترتبط مع بعضها البعض عن طريق اواصر نسميها نون كوفالنت بوينت اللي هي اواصر غير تساهميه، وهذا هو الشكل الكولاجين اللي هو عباره عن 3 اواصر ترتبط مع بعضها عن طريق اواصر نسميها نون كوفالنت ايضا. هنا بالمخطط مثل ما وضحنا انه هذه التراكيب هي واحد مكمل الثاني، مثلا البرايمري حينطيني سكندري بنوعي الالفا هيلكس والبيتا شيتس، والسكندري حينطيني تيرشري، والتيرشري حينطيني كواترناري، وهكذا.
وصلنا للديناتوريشن اوف بروتين، تحطيم البروتينات. يقول انه البروتينات ممكن تتحطم عن طريق تحطيم الاواصر اللي تربطها وتتحول من شكل الى اخر، وايضا هذا التحطيم حيؤدي الى فقدان الوظيفه. زين شنو اللي يحطم البروتينات؟ ده يقول انه اللي يحطم البروتينات هو البي اتش والحراره وزياده تركيز الاملاح والكحول والمعادن الثقيله هيفي ميتالز. لو ناخذ مثال بسيط، مثلا البيضه اذا نجي نسلقها رحنا هذا هاي الحراره التمبريتشر راح تؤدي الى تكسير الاواصر، بالتالي حيتحول البروتين من شكل الى اخر. كلاسيفيكيشن اوف بروتين، بصوره عامه تم تصنيف البروتينات الى سمبل بروتينز والى كونجكيتد بروتينز. اذا عندي نوعين من البروتينات، هي السمبل بروتين والكونجكيتد بروتين. راح ناخذ كل نوع بالتفصيل وناخذ مجموعه من الامثله عليه. السيمبل بروتين ده يذكر انه هو جلوبولار بروتين وسفيريكال اور اوفال شيب، اذا هو كروي او بيضاوي الشكل. ليش سميته سيمبل؟ لان من اجي اسوي له هيدروليسيس تحلل راح يعطيني امينو اسيد فقط، اذا راح يعطيني هذا البروتين امينو اسيد فقط. اما بالنسبه للكونجكتد بروتين من اجي اسوي له هيدروليسيس راح يعطيني جزء بروتين وجزء غير بروتين. بالنسبه للامثله عن السيمبل بروتين، اول مثال هو الالبومين اند جلوبيولينز. دي يقول انه هاي البروتينات توجد وين؟ توجد بالبيض وبالحليب وبالدم. ويقول هاي البروتينات تمتلك قيمه بيولوجيه عاليه، ليش؟ لان تحتوي على كل الاسينشال امينو اسيد. هاي البروتينات اللي يقصد بها الالبومين والجلوبيولينز تمتلك قيمه بيولوجيه عاليه لانها تحتوي على كل الاسينشال امينو اسيد، وبنفس الوقت تكون سهله الهضم. ده يوضح هنا ويحكي عن الالبومين ويقول الالبومين ممكن يذوب بالماء وممكن يذوب بالمحاليل المخففه ويحصل له تخثر بواسطة الحرارة. فمثلاً إحنا لو نجي هسه ونسلق البيضة مثل ما قلنا، ممكن يعني هذا المادة الموجودة بنص البروتين تتجمد أو تتصلب نوعاً ما. الأمثلة على الألبومين الأس ألبومين والأوفا ألبومين واللاكتا ألبومين. الأس ألبومين هذا موجود بالدم والأوفا بالبيض واللاكتا بالحليب. رح يتحدث هسه عن الجلوبيولينز وينطيني أنواع الجلوبيولينز. بس بالبداية ده يقول إن الجلوبيولينز ترى ممكن يذوب بالمحاليل المخففة والمحاليل الملحية. إذا أول نوع من الجلوبيولينز هو الألفا 1 جلوبيولينز. المثال علي شنو؟ المثال علي الأنتي تريبسين، وده يقول هذا راح نحكي عنه بعدين. الألفا 2 جلوبيولين هذا المثال علي شنو؟ الهابتو جلوبيولين. هذا نوع من البروتين يرتبط ويا الهيموغلوبين حتى يمنع الكلية من إنه تطرحه خارج الجسم. يعني الهابتوغلوبولين جلوبيولين يرتبط ويا الهيموغلوبين حتى يمنع الكليه من انه تطرحها خارج الجسم. اعتقد قمت اتأتأ يعني من قد ما اذكر جلوبيولين. بيتا جلوبيولين هذا ترانسفيرين، يعني المثال عليه الترانسفيرين، والترانسفيرين هو البروتين اللي ينقل الحديد. الجاما جلوبيولينز هذا اميونوجلوبيولينز اللي يقصد به الانتيباديز، وهذا مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن الاميونيتي. جلوبينز اور هيستون، هاي النقطه الثانيه هي جلوبينز اور هيستونز. هاي يقول they are basic protein rich in histidine amino acid. يقول هي بروتينات موجبه قاعديه تحتوي على هيستيدين امينو اسيد. وين ممكن اشوف هذا الهيستون جلوبينز؟ ممكن اشوفها متحده ويا الدي ان اي، وممكن ايضا نلاقيها متحده ويا الهيم حتى تكون الهيموغلوبين بكريات الدم الحمراء. النقطه الثالثه يقول إكلايدينز هو بروتين بريزنت ان سيريالز، اذا هو بروتين موجود بالحبوب والبقوليات. النقطه الرابعه هو سكليرو بروتين، هذا السكليرو بروتين عباره عن ستراكشرال بروتين، بروتينات ستراكشر نسميها غير قابل للهضم، نوت دايجستد، مثل شنو؟ مثل الكرياتين والكولاجين اند الاستين. عندي اول شيء راح ناخذ واحد واحد بالتفصيل، الكرياتين والكولاجين والالاستين. الفا كرياتين هذا وين ممكن اشوف الكرياتين؟ ممكن اشوفه بالشعر، ممكن اشوفه بالاظافر والانيمال اوف تيث اند الاوتر لايرز اوف سكن. زين انا ليش سميته الفا؟ سميته الفا لان يتكون من الفا هيليكس بولي بيبتايد تشين، ويحتوي هذا الكرياتين يحتوي على سيستين اند هيدروفوبيك امينو اسيد. من خلال احتوائه على السيستين والهيدروفوبيك امينو اسيد راح يكون غير قابل للذوبان في الماء. اذا الكرياتين غير قابل للذوبان في الماء بسبب محتوياته من السيستين اند هيدروفوبيك امينو اسيد. النقطه الثانيه هي الكولاجين.
الكولاجين هو عبارة عن بروتين بالكونكتيف تيشو، ممكن أشوفه أني بالعظام وبالأسنان بالكارتلج والتندون والسكن and blood vessels. راح يتحدث هنا عن الذوبانية مال الكولاجين. اللي بصورة عامة الكولاجين غير قابل للذوبان في كل المذيبات، في كل المذيبات غير قابل للذوبان، وأيضا يكون غير قابل للهضم. لكن ممكن أن يكون الكولاجين قابل للهضم من إذا نجي نخليه بكمية فد كمية من الماء ونعرضه الحرارة، وأيضا أو نخليه بديليوت سوليوشن من الأتسيال أو محلول مخفف من الأتسيال. ممكن بهاي الطريقة يتحول إلى شنو؟ يتحول إلى جيلاتين. هذا الجيلاتين ممكن يكون قابل للذوبان وبنفس الوقت نقدر نهضمه، اللي هو عبارة عن جيلي. إذن الجيلاتين بهاي الحالة من حولنا الجيلاتين من صورة إلى أخرى، عفوا حولنا الكولاجين إلى جيلاتين، راح نسميه كلاسيفايد، يصنف إلى ديرفيد بروتين. إذن الجيلاتين نصنف على أنه بروتين مشتق. منين اشتقيناه؟ اشتقيناه من الكولاجين. عن طريق شنو؟ عن طريق الحرارة والماء، أو عن طريق المحلول المخفف مع الـHCL. سم كولاجين ديسيز، هاي أمراض راح تصير عندي بسبب نقص الكولاجين. أول مرض عندنا السكيرفي. السكيرفي ببساطة شباب أنه أنا إذا صار عندي نقص في فيتامين سي اللي أعتبره كوإنزيم، إذا عندي أنا فيتامين سي هذا أعتبره أنا كوإنزيم. كوإنزيم المن؟ كوإنزيم لإنزيم ضروري حتى يحول البرولين إلى هيدروكسي برولين، وهذا نفس الإنزيم يحول اللايسين إلى هيدروكسي لايسين. فإحنا عرفنا من خلال أيضا محاضرة الأنزيمات أنه كل إنزيم يحتاج إلى كوفاكتر أو كوإنزيم حتى يشتغل. لذلك الفيتامين سي هو يعتبر بطبيعته كوإنزيم، كوإنزيم لهذا الإنزيم اللي ضروري حتى يحول البرولين إلى هيدروكسي برولين واللايسين إلى هيدروكسي لايسين. فإذا صار عندي نقص فيتامين سي يعني صار عندي نقص بالكوإنزيم، بالتالي الإنزيم ما راح يقدر يشتغل ويحول البرولين إلى هيدروكسي برولين ولا يحول اللايسين إلى هيدروكسي لايسين. يعني هاي الفكرة ببساطة. هذا شنو؟ هذا راح يؤدي إلى نقص في تصنيع الكولاجين، نقص في تصنيع الكولاجين، بالتالي يؤدي إلى خلل بتطور العظام ويؤدي إلى نزف، وممكن يؤدي إلى نقص خسارة في الأسنان وإلى لثة متورمة. هذا المرض الأول اللي يحدث نتيجة لشنو؟ نتيجة لنقص الكولاجين. المرض الثاني نسميه Osteogenesis Imperfecta، ونسميه أيضا Brittle Bone أو هشاشة العظام. هذا المرض هو مرض وراثي يحدث نتيجة شنو؟ نتيجة نقص وراثي أو Mutation، طفرة بالجين المسؤول عن شنو؟ إذا انطفر بالجين المسؤول عن تصنيع كولاجين تايب 1. شنو راح يسبب هذا المرض؟ هذا المرض راح يسبب abnormal bone formation. بالتالي الأطفال اللي ينصابون بهذا المرض راح يصير عندهم كسور متكررة، يعني أي طخة أي وقعة راح يصير عنده كسر. هنا دا يذكر إنه هذا المرض ممكن يكون قاتل. عندنا الإلاستين اللي هو structural protein. إحنا أخذنا structural protein قلنا هي أحد الأمثلة عليها الكرياتين والكولاجين والإلاستين اللي يسميه أيضا إلاستيك تشو. ممكن أشوف الإلاستين في جدران الأوعية الدموية الكبيرة مثل شنو؟ مثل الأيورتة، وأيضا ممكن أشوف بالتندونز. يقول هذا الإلاستين كلش مهم وين؟ بالرئة وبالإلاستيك ليجامنت وبالسكين وبالكارتلج. دي يذكر هنا أنه الإلاستين ممكن يتمدد ضعف طوله ويرجع الطوله الأصلي بكل أريحية. بهاي الفقرة دي يذكر أنه أكو أنزيم نسميه ألفا 1 أنتيتريبسين. هذا الأنزيم يفرز من خلال الكبد ويسوي إنهبت الأنزيم ثاني نسميه إلاستيس. هذا الإلاستيس هو أبو المشاكل. ليش؟ لأن دي حطم للإلاستين، وأنا أحتاج الإلاستين كلش مهم وضروري حتى أنسجتي تبقى مرنة. لذلك يقول أي نقص بالألفا 1 أنتيتريبسين خصوصا بالمدخنين راح يدمر للرئة عفوا. بالتالي ليش؟ لأن الرئة راح تفقد المرونة مالتها نتيجة لأن هذا ازداد وحطم لي الإلاستين، بالتالي فقدت الرئة المرونة مالتها. وهاي الحالة أو هذا المرض نسميه مدى اللفظ عندي صراحة، أنتوا شوفوا. تمام، وصلنا للصنف الثاني من البروتين اللي نسميه conjugated protein. وهذا صنف من البروتين من أجل أسوي له تحلل hydrolysis راح يعطيني جزء بروتيني وجزء غير بروتين، أو أسميه prostate group or conjugating part. من الأمثلة على الكونجيكيتد بروتين أولاً الفوسفوبروتين، وهذا الفوسفوبروتين يقول يتكون من بروتين وفسفور فوسفيت.
الفسفور منين إجاني؟ إجاني من الحمض الفسفوريك. لكن هنا دا يذكر أن الفسفور من يدخل الأصل البابتيدية، من يدخل الأصل البابتيدية يقرر يتصل بال يرتبط بالأو إتش فقط. إذن ما يرتبط بأي شيء ثاني إلا بالأو إتش. مال شنو؟ مال منو؟ مال السيرين أور ثيرونين. من الأمثلة عليه الكاسين أوف ميلك أند فيتالين أوف صفار البيض والأوفا ألبومين اللي موجودة ببياض البيض وإلى آخره. تمام. ننتقل للليبوبروتين. هذه البروتينات مكونة من جزء بروتين وجزء دهوني. وظيفتها شنو؟ وظيفتها أنه أكو جزء من أدها راح يقوم بنقل الدهون داخل الدم، نسميه سيرم ليبوبروتين. والجزء الثاني منها يدخل في تركيب غشاء الخلية سيل ممبرين ستراكشر، وأيضا يساعد المواد من أنها تعبر من خلال غشاء الخلية ونسميه ممبرين ليبوبروتين. هذا ببساطة. إذن السيرم ليبوبروتين راح ينقل الدهون داخل الدم، والممبرين ليبوبروتين إيش راح يسوي؟ راح يدخل في تركيب غشاء الخلية وأيضا يساعد في عبور المواد من خلاله. النقطة الثالثة هي جلايكوبروتين. والجلايكوبروتين هو من اسمه مبين راح يتكون من بروتين وكربوهيدرات اللي ممثلة بالشوغر. لكن نسبة الكربوهيدرات راح تكون أقل من 4%. من الأمثلة عليه الميوسين أو الميوكو بروتين. بالميوكو بروتين حصرا موجود الكربوهيدرات أكثر من 4%. وين ممكن أشوف الميوسين أو الميوكو بروتين؟ ممكن أشوفها بالسلايفة اللي هي اللعاب، وممكن أشوفها ببياض البيض. دي يذكر هنا أنه بعض الهرمونات مثل الأريثروبروتين هذه عبارة عن جلايكوبروتين. أيضا يقول ممكن أشوفها بالسيل ممبرين ستراكتشر، وأيضا ممكن أشوف البروتينات اللي عبارة عن جلايكوبروتين يعني بجروب بلد جروبز، يعني هي المسؤولة عن جروب A وجروب B وهكذا. ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة اللي هي نيوكليوبروتينز. يقول هاي these are basic protein. مثال عليه هو الهيستونز، وإحنا أخذنا شنو الهيستونز؟ متحد ويا حوامض نووية مثل الدي إن إي أو آر إن إي. بس دا يذكر هنا إنه الكروموسوم متكون من جزء بروتيني متحد ويا شنو؟ ويا الدي إن إي. والرايبوسوم متحد ويا بروتين متحد ويا الآر إن إي. هذا الفرق بينهم. بالنقطة الخامسة يقول ميتالو بروتين هي عبارة عن جزء بروتين يتصل به معادن مثل الايرون أو النحاس أو الزنك. وهنا مصنفها إلى أنه بروتينات تحتوي حديد، بروتينات تحتوي نحاس، وبروتينات تحتوي زنك ومغنيسيوم. فإحنا راح ناخذها كل واحدة بالتفصيل. أريدك تركز وياي هنا حتى ما يصير عندك لبس بالموضوع. هنا دا يقول أكو بروتينات تحتوي حديد، هنا بروتينات تحتوي حديد، بس حديد مو بصورة حرة وإنما موجود وياه هيم. مثل شنو؟ مثل الهيموغلوبين والمايوغلوبين. المايوغلوبين ينقل الأكسجين، البروتين اللي ينقل الأكسجين إلى السكيليتال مصل والكاردياك مصل، في حين إنه الهيموغلوبين ينقل الأكسجين إلى باقي أنحاء الجسم. وعندك أيضا السيتوكروم كرومس، وعندك الكاتالايز والبيروكسيديز اللي مسؤول عن تحطيم ال H2O2. قلنا هاي تراكمها راح يؤدي إلى تدمير ال RBC. وعندك التريبتوفان بايروليس، وهذا راح يسوي ديستروي للاندول رينج مال شنو؟ مال التريبتوفان. التريبتوفان لو تطلع على ستراكشر مالته بي اندول رينج، منو راح يحطمها؟ راح يحطمها هذا التريبتوفان بايروليس. تمام. هذا القسم الثاني من البروتينات ايضا يحتوي حديد، بس حديد ما وياهيم وانما حديد بصوره حره. زين، حديد ما محتوي هيم وإنما حديد بصورة حرة. مثل شنو؟ مثل الفريتين اللي يعتبر المخزن الرئيسي للحديد بالجسم، واللي موجود وين؟ موجود بالكبد وموجود بالطحال والنخاع العظم. أيضا عندنا النوع الثاني اللي اسمه هيموسيدرين، هذا المخزن الثاني للحديد بالجسم. والترانسفيرين مسؤول عن نقل الحديد، بروتين ينقل الحديد داخل البلازما. بس أريدك تركز وتفهم أنه أكو بروتينات متصل بها حديد لكن مو بصورة حرة وياهم هيم، وأكو بروتينات متصل بها حديد بصورة حرة. بهاي النقطة يقول بروتينات متصلة مع نحاس، المثال عليها مثل شنو؟ سيرولو بلازمين. طبعا غلطوا على اللفظ لأن تعبت كلش.
مثل شنو هذا شنو وظيفته؟ هذا راح يحول لي الاف اي الاف اي موجب 3 الى اف اي موجب 2. وعندنا ايضا اوكسيدايز انزيمز such as cytochrome oxidase. اذا هاي الامثله انت تحفظها. ننتقل للنقطه الثانيه اللي هو يقول البروتينات اللي تحتوي زنك مثل شنو؟ مثل الانسولين اند كاربونيك انهيدرايز. النوع الاخر ايش راح يحتوي؟ مغنيسيوم ويا بروتين. مثل شنو؟ مثل الكاينيسز اند فوسفيت. النقطه الاخيره من البروتينات الكونجكيتد بروتين هي الكرومو بروتين. وليدك هنا متركز، يعني انا قلت لك ركز لي بنقطتين، هاي مال الايرون اللي يكون بصوره غير حره واللي بصوره حره، وهنا الكرومو بروتين. بالكرومو بروتين يقول هي عباره عن بروستاتيك جروب از كولورد ان نيتشر. هي بروتينات ملونه اخوان. شنو تشمل؟ مثل شنو؟ يقول كل البروتينات اللي تحتوي الهيم، حتى ما يصير عندك لبس. يقول هو البروتينات الملونه هي كل البروتينات اللي تحتوي الهيم، مثل الهيموغلوبين والمايوغلوبين والسايتو كرومز. راح تقول لي ذني اخذتهن فوق بالتصنيف، بهذا التصنيف ليش رجع ذكرهن مره ثانيه؟ اي ذكرهن بتصنيفين، يعني تصنيف انه تحتوي حديد وهيم، والتصنيف الثاني يقول هي عباره عن بروتينات ملونه اللي تحتوي هيم، يعني هي عباره عن بروتينات ملونه. بس اصبر لها زين انت راح تفهمها. المهم النقطه الثانيه، المثال الثاني يقول الميلانوبروتين. هاي البروتينات اللي موجوده بالشعر وموجوده بالعدسه مع العين اللي تحتوي شنو؟ الميلانين. وصلنا للدريفت بروتين، يعني البروتينات المشتقه. هاي البروتينات منين راح احصل عليها؟ يقول هي البروتينات الناتجه من التحلل مال البروتينات السمبل بروتين. مثل شنو؟ مثل الجيلاتين. الجيلاتين منين احصله؟ الجيلاتين احصله من التحلل مال الكولاجين. الكولاجين شلون نحلله؟ قلنا من نخليه بمي وحراره، او من اخليه محلول مخفف من ال HCl. الببتون يقول نحصله من شنو؟ من التحلل مال الالبومين. هنا دا يذكر البايوميديكال امبورتانس اوف بروتين. طبعا هنا دا يذكر ان البروتينات تتكون من اواصر سلاسل بابتيديه طويله، تكون لي سلاسل بابتيديه طويله. ايضا ممكن تفيدني في موضوع النيرف ترانسميشن النقل العصبي. ايضا تكون لي شورت بوليمرز. ممكن تفيدني في البايوسينثيسز مثل البورفيرينز. نيورو اندوكراين سيستم مثل الهرمونات. هاي المعلومه ذكرناها بالمحاضره الاولى، قلنا المايكرو اورجانيزم تكون عباره عن دي امينو اسيد. ايضا في موضوع الانتيبيوتيك بكتيريا والانتي تيومر ايجنت، علاج الاورام السرطانيه. طبعا صراحه البايو ميديكال امبورتنت ما قريتها ولا راح اركز عليها، بس اللي يحب يقراها خليه يقراها. طبعا لهنا خلصت المحاضره اخوان، اتمنى اني ساعدتكم ولو بشيء قليل، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.